السلام عليكم ورحمة الله أخواني مشاهدي ومتابعي قناة أبو يوسف دكنو. إن شاء الله اليوم حيكون عندنا أول فيديو للموديلات الجديدة لشركة الحافظ لموديلات سنة 2024. طبعا شركة الحافظ بتطرح موديلاتها قبل نهاية السنة، فبالتالي أنه من الشركات اللي تنتج موديلات كروس يير أو كما تسمى يعني موديلات عابرة السنة. أول فيديو راح يكون عن موديل اليو جي 4 واللي هو قياس 50 بوصة، وهذا الموديل توفر به قياسين، اللي هو قياس ال 50 بوصة اللي هو ويانا بالفيديو، والأكبر منه اللي هو ال 55 بوصة. أما بالنسبة لرقم الموديل هو الفور، فهو من الفئة الرابعة. شاشات الحافظ حاليا بها عدة فئات، الفئة الثالثة أو سيريس 3 اللي هي أقل شاشات الحافظ كمواصفات، وتجي بدقة ال اتش دي والفول اتش دي، واللي نحاول إن شاء الله أيضا نسوي لها فيديوهات فتح صندوق مراجعة في حال أنه توفرت تحت اليد. أما الأعلى من الفئة الثالثة هي الفئة الرابعة، واللي هي تعتبر شاشات من الفئة العادية، بينما الفئة الثالثة شاشات من الفئة الأساسية اللي هي أقل من الفئة العادية. أما الأعلى منهم اللي هم الفئة السادسة اللي تيجي طبعا QLED، وإن شاء الله قريبا راح تتوفر تحت اليد، واللي هي طبعا كمواصفات أعلى من هذه الفئة. أما الأعلى فئة من شاشات الحافظ إلى شاشات الفئة التاسعة اللي تكون بتقنية الميني LED، واللي المفترض أنه تتوفر بالعراق شهر التاسع أو بشهر العاشر، ونحاول أيضا نوفرها تحت اليد. أما بالنسبة للموديل اليوم راح يكون إلى فيديو فتح صندوق واطلاع أولي عليه، اللي هو كما ذكرنا موديل اليو جي 4. فهذا الموديل يأتي بدقة 4K مع معدل تحديث 60 هيرتز 60 فريم حسب ما موجود لدى موقع الحافظ ومواصفاتهم الأساسية. أيضا حنختبر هذه الأمور كلها بشكل عملي طبعا في فيديو المراجعة لاحقا إن شاء الله بعد استخدامها لفترة. هذه كما ذكرت دقة 4K تأتي مع دعم الـ HDR10 والـ HLG، وأيضا تعمل بتقنية Dolby Audio، إضافة إلى وجود تقنية الـ MEMC الخاصة بإضافة الفريمات الإضافية وتنعيم الحركة لتصبح أكثر سلاسة. أما بالنسبة لنظام التشغيل اللي تأتي به هذه الشاشة، فهي تعمل بنظام الأندرويد 11 بواجهة الجوجل تي في الرسمي المدعوم من شركة جوجل. إضافة إلى نقطة مهمة أنه هذه الشاشة أيضا تأتي مع تقنية البيور ساوند أو الصوت النقي الخاصة بتحسين التجربة الصوتية لهذه الشاشة. إضافة طبعا إلى نقطة مهمة أنه هذه الشاشة LED، فبالتالي كما ذكرت شاشة فئة عادية، واللي أعلى منها اللي هي الـ QG6 طبعا أفضل منها بكثير من النقاط، أهمها أنه الـ QG6 أو QG6 أنها شاشة QLED، فبالتالي من كل النواحي من كل الميزات أفضل من هذا الموديل كمواصفات. لكن هذا الموديل كما ذكرت كشاشة فئة عادية، أيضا كقياس وكسعر طبعا راح نذكر الأسعار كالعادة في نهاية هذا الفيديو كما موجودة في موقع شركة الحافظ، أيضا راح تكون روابطهم بالوصف لهذا الفيديو. إضافة إلى نقطة مهمة كما مذكور أنه الشاشة تدعم مداخل HDMI 2.1، وأيضا راح نقوم بتجربة هذا الشيء بشكل عملي في الفيديو إن شاء الله. وبالنسبة أيضا للأخوة اللي حابون يستفسرون إذا كانت تدعم البث الرقمي، نعم الشاشة تدعم البث الرقمي والبث التناظري أيضا. فإذا أحباء هذه كان معلومات سريعة عن شاشة الحافظ اليو جي 4، وهي من موديلات كما ذكرت 2024. خلونا نبدأ بفتح الصندوق وتركيب الشاشة وبرمجتها حتى نطلع عليها بشكل سريع، خليكم معنا. We'll be right back.
إذن أحبائي أهلا بكم مرة ثانية. أمامكم الآن بعد ما قمنا بفتح الكرتون وتركيب الشاشة وبرمجتها وتشغيلها، شاشة الحافظ موديل UG4 وهي كما ذكرنا موديل سنة 2024 الجديد لشركة الحافظ. كما ذكرت هذا الموديل يقدم لك أهم الميزات أنه بدقة 4K مع دعم HDR10 مع نظام الأندرويد بواجهة الجوجل تي في، وبالتالي يسمح لك بتثبيت كثير جدا من البرامج الخارجية مثلا سينمانا وشبكتي وفودو وغيرها من البرامج الأخرى. أما بالنسبة للملحقات اللي تكون مع هذه الشاشة، فأول شيء عندنا بطاقة الضمان من شركة الحافظ، ضمان مدة سنة كاملة على هذه الشاشة، إضافة طبعاً إلى كتيب التعليمات اللي دائماً ننصح بقراءته ليوضح كيفية برمجة الشاشة وأيضاً يوضح كيفية تشغيلها بشكل صحيح. أيضاً مع قطعة التقسيم أو التوصال الخاصة بأجهزة الأي في القديمة اللي ما تحتوي على كيبل HDMI، مثلاً إذا كان عندك بلاي ستيشن 2 فممكن توصله باستخدام هذا التقسيم. وهذا الموديل من شاشات الحافظ يأتي مع ريموت واحد ذكي اللي هو طبعاً يتم توصيله بالبلوتوث كما وضحنا من ضمن الفيديو، حتى انه يعمل عندك مساعد جوجل لانه هو هيعتمد على المايك الداخلي اللي هو هذه الفتحه مالته، فبالتالي حتى يعمل بشكل صحيح وما تواجه اي تقطيع او لاج بين الريموت وبين الشاشه لازم انه تكنك الريموت على الشاشه، وايضا ياتي مع بطاريات عدد 2 مع الريموت. اما بالنسبه لمداخل الشاشه فمنفذ الكهرباء موجود على الجانب القريب عليه اللي هو هذا الجهه، اما مداخل HDMI فالشاشه تحتوي على 3 مداخل HDMI موجوده على الجانب الأيمن إذا كنت واقف أمام الشاشة، والشاشة لا تحتوي على مدخل ريسيفر أو ساتلايت داخلي لكن تحتوي على مدخلين USB، واحد من هذه مداخل USB هو USB 3، فحبينا ننوه على هذه النقطة. أما بالنسبة للشكل الخارجي للشاشة فكما تلاحظون أحبائي أنه الشاشة فريمليس، أي شاشة نحيفة الإطار، وبالتالي كأنما الإطار غير موجود، أيضا مع حواف معدنية بالكامل، لكن أرجل الشاشة بلاستيكية، لكن أيضا تصميمها صراحة جميل ولونها متناسق تماما مع لون الشاشة في حال أنه حبيت تستخدم الأرجل. أما إذا حبيت تعلق الشاشة على الحائط فيمكن تعليق الشاشة على الحائط بكل سهولة. أما كسمك الشاشة فتعتبر شاشة سمكها عادي بالنسبة لشاشة من الفئة العادية. أما بالنسبة للشاشة نفسها فنظرتنا الأولية على هذه الشاشة أول نقطة هي مسألة نظام التشغيل. تم تغيير نظام التشغيل بالنسبة للموديلات العام السابق، نتذكر مثلا QV7، وقبله كان موديل U4 اللي هو موديل 2021 كانت تستخدم نظام اندرويد تي في، لكن هذا الموديل موديل احدث فبالتالي استخدم نظام احدث اللي هو نظام الجوجل تي في. طبعا نظام الجوجل تي في يقدم لك كثير من التخصيص والميزات اللي تكون مناسبه اكثر للتلفزيون او الشاشات مقارنه بالاندرويد تي في. ايضا النقطه الثانيه انه تم تعديل قوائم الاعدادات من ضبط اعدادات الصوره والصوت واللي سابقا تكلمنا عنها في فيديو المراجعه كان للكيو في 7 واللي اعتبرناها نقطه سلبيه بحيث انه ما تقدم لك كثير من الخيارات، لكن هل هناك تغير كبير؟ من ناحيه اعدادات الشاشه نفسها والخيارات نعم هناك تغير كبير وافضل، لكن كنظره اوليه على الشاشه ما نقدر نحكم طبعا الا انه نجرب الشاشه بشكل عملي حتى نوضح ايجابياتها وسلبياتها ان شاء الله لاحقا في فيديو المراجعه قريبا بعد استخدام الشاشة لفترة، لكن كنظرة أولية من ناحية الشكل الشاشة تعتبر جيدة جدا كشاشة من الفئة العادية من ناحية الشكل الخارجي. أيضا من ناحية السوفتوير نظام أندرويد رسمي، شاشة بدقة 4K، أيضا مع تباين لوني يعتبر جيد، حنتأكد أيضا من مستوى التباين اللوني والإخراج اللوني يعني كم يوصل، لكنه حاليا كنظرة أولية يعتبر جيد. وكما ذكرت أنه الشاشة تدعم تقنية الـ HDR10 وايضا تدعم ال HLG. اما بالنسبه لمعدل تحديث الشاشه او ريفرش ريت فهو 60 هرتز 60 فريم، ايضا حنختبر لاحقا هذا الشيء على البلاي ستيشن 5 وعلى البي سي والكمبيوتر كذلك. فاذا احبائي هذا كانت معلومات سريعه واطلاع اولي على شاشه الحافظ موديل UG4 قياس 50 بوصة، وكما ذكرت هذا الموديل بقياسين 50 و55. انتظرونا ان شاء الله قريبا في فيديو مراجعه للشاشه بعد استخدامها لفترة. أما بالنسبة للأسعار كما موجودة لدى موقع شركة الحافظ للقياسين فهي كالتالي، بإمكانكم طلب الشاشة مباشرة من خلال موقعهم وصفحاتهم، حيكون رابط موقع شركة الحافظ وصفحاتهم في الوصف لهذا الفيديو. شوفكم إن شاء الله في فيديو آخر قريبا، أخوكم أبو يوسف.